أول شيء أهنيكم عيد الفطر مبارك، طبعا عدى علينا ما ندرنا نسوي لكم حفل بدري، نعتذر عن الشيء هذا. وعلى اليوم الوطني، وإن شاء الله ما نقصر اليوم معكم. بداية طبعا راح نبدأ مع أخوي سلطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ladies and gentlemen, today is a day of glory and happiness. We are gathered today to celebrate a valuable event to our hearts and as Saudis and as Muslims. And we thank you all to participate with us and show up in this day. Those moments will be always remembered. We are celebrating the day where our country became united, the day King Abdulaziz started his mission to bring all the regions of Saudi Arabia under one nation, one name, and one direction, for a powerful perspective. The day we decided to go one direction to become a modern society and by a lasting laws of Islam and by the following of our religious beliefs. It is the day we started to grow and gain our rights of existence. Today, we celebrate the birth of Saudi Arabia. We will all proud of who we are, and we all try so hard to raise up with our community. We are here to learn, to study in order to return to our home, to build together. We are from different regions and different cultures. We are able to leave our differences behind and feel the beauty of living a safe country, where education is free and healthcare is provided. Our differences are always there. To be someone who loves this country, you must be able to find the bad faults and correct it by yourself. There is nothing perfect, yet there is nothing impossible. We can fix what we might think is wrong, and we will, God willing, improve what we might think is perfect. Thank you. وأشكر كل واحد منكم شفتوا وسلمت عليه، لكن مع الأسف أني لن أتمكن أن أعطي، وإن شاء الله بعد أيام أو أشهر وإن شاء الله على ذلك. أخواني في الكلمتين مدام المشايخ الحاضرين وهذه إلى الشعب أجمع. أخواني، يقال أنه ملك القلوب أو ملك الإنسانية، أرجوكم من اللقب هذا تشيلون عني. ملك الملك هو الله، والله هو الله، ونحن عبيد الله عز وجل. أما هذه أرجوكم تعفوني عنها، وشكرا لكم يا أخوان. يمكن الطلاب السعوديين صار لهم تقريبا ما يقارب 5 إلى 6 سنوات في هذا الجامعة. احنا ما نقدر نسوي شيء اذا انتم ما سويتوا سبورت، يعني اغلبكم كل واحد يقول احنا نبي، بس انتم ما تعطون ايديكم عشان تساعدونا فيها. يعني في اشياء كثيرة لازم احنا نسويها، نبي نشاطات، نبي يصير عندنا اكتيفيتيز يعني حول الجامعة، نبي نحسن صورتنا قدام الطلاب الامريكان. الله يرضى عليكم. إذا في أحد عنده أفكار، أحد خاطر يسوي شيء، رجاءً كنتم تتكلمون من عندنا، ورجاءً أنا أتمنى من الطلاب جميعاً إن ما حد يعني يقول إن الطلاب السعوديين أو النادي السعودي ما سوى كذا ولا ما سوى كذا. ترى من الملحقية، غير العيد تأخر مسوى الملحقية، ما جانا الشكل الأسبوع الماضي، أنا ما نقدر نفتح. الشباب ما قصروا، كان رمضان سووا فطرين على حساب. أتمنى منكم انتم تساعدونا ولو بالافكار، ما نبي منكم شيء، ما طلبنا مال ولا طلبنا شيء، بس اهم شيء نسوي يا اخي خلينا نرفع من مستوانا في الجامعه، خلينا نقول على الطلاب السعوديين في شيء منهم صدر، في شيء صار لهم. يعطيكم العافيه يا جماعه.
يا بنت يلي ماسك الراس كشال وزعمت انك من كبار العوايل انا بقول الحق والحق ينقال لانك ستر هي بنت الحمايل مهيب في كشخة وخاتم وسلسال استثن العيال الحمايل دلايل يا بنت لو قلتي لي المهر بريال والله فلعنك عليك السلايل والله لو خطبن لي على راسها جمال لو كان مطلبها ثمانين هاي انا يا مني خطبت ابغي عيال اللي تشيل الثقايل واللي يا خطبت اختار لعيالي الخار والدين عندي هو سيد الفضايل قالت قسم بالله ما شفت رجال مثلك بواحجر السنين الاوايل قلت صحيح صح لو مرة سجال ركب الكدايش غير ركب الاصايل ما هو بذنبي ما عرفتي لك رجال ذنب الزمن خلى النشامة قلايل لا نيب لا رجعي ولا جيت خيال لا شايل سيفي وصاير وجاي انسان متعلم من الناس عقال وفتحت عن نهج الحضارات هاي انا حضري ماني بنازل ورحال لو الربعي بين ضمعان حايل وانا في بيت ومخيب جنيمان واسوق سيارة عندي موبايل ترى داوة فعل ما هي بالاشكال والسلم ما نرضى عليها البداية وشبع سلم العود واصبح توبان لقيت لي من الزود دق وجلايل الطيب يبقى ولا زال وعرف سلوم الطيب والشك زايد لا شفت عقاب السنعي اسمي القصبة عليه عقاب راسك المال لا شفت عقاب السنعي السالفة ما هي تمية ثقاف السالفة جمها العرس ساي يا بنت دام الدم بعروق نسال كلا على عقله من الفكر شاي لكن لو قلتي لي المهر بريال والله طلع عنك عليك السلام السلام عليكم. كلامك خير. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسعدك إن شاء الله وشرفنا بالقناة الجديدة إن شاء الله معك.
نتعرف عليه. والله ما في كلمة في حقهم، لكن إن شاء الله يخليهم دخل لنا إن شاء الله ويجيهم صحة وعافية. السلام عليكم. السلام. الناس بخير يوم الوطني وعيد الفطر المبارك. معنا الأستاذ وسام الأدفايزر ستودنت ساكنة بالي. كلمة توجهها طلاب السعوديين وخارج الحرمين الشريفين بمناسبة العيد الوطني. شكرا. أول حاجة مبروك لكل الشباب، مبروك إن شاء الله على كل الشعب السعودي وكل طلبتنا هنا في جامعة ساكنة بالي. We wish them success and we wish that everybody that came to this university will leave with a triumph, will leave with a successful experience. Now, I would like to thank you, Nadi Saoudi. Farid Farid, I would like to thank you. Khalid, Aitan, Shemari. I would like to thank Abdullah Ali. I would like to thank everybody in Nadi Saoudi على الخدمة اللي قدموها للطلبة في هذا الموسم الدراسي fall 2011. وشكرا إن شاء الله كل عام مبروك على السعودية وعلى أمة محمد جميعا إن شاء الله. Thank you.